واقع مريرنا تعيشه أكثر من 2000 عائلة مهجرة في مخيم الريان العشوائي على أطراف قرية شمارين شمال حلب. حجم المعاناة وصور المأساة التي يعيشها قاطنو المخيم تعجز الكلمات عن وصفها في ظل سوء الطرقات داخل المخيم، والتي تغيب ملامحها مع هطولات الأمطار لتتحول إلى حفر وبرك ومستنقعات من الطين والوحل، مما يشل حركة الأهالي داخل المخيم. الامراض اذا ما شالوا بحره ما يقدر يطلع للطريق، سعفيه ما تفوت، مي ما تفوت، ايش بدي اقول لك، الدكان الواحد ما تقدر تصله يا ابو غصب، لا تقدر تصله يعني الدرب ده حتشوفت عينك، يعني لا حد يقدر يطلع ولا حد يقدر يفوت، ما حد يتعرف علينا، ما في حدا، ما في، الله وكيلك. اولادنا مرضانين، الختايري ما بيحسنوا يطلعوا، ونحن طلع شلون الطرقات، طلع ما عندنا شيء، والله وكيلك ما نحسن نطلع خالص. أبو معتصم أب لسبعة أطفال، مهجر من ريف حمص الشرقي، 7 سنوات من التهجير والنزوح، ولا يزال يقطن في مخيم الريان العشوائي، يحاول من خلال عمله البسيط أن يؤمن بعض الاحتياجات لأسرته، فغياب الدعم عن المخيم تسبب بتدهور الأحوال المعيشية لقاطنيه. كل سنة نعاني من نفس المشكلة، من أول فصل الشتاء مطر وطين ووحل، لا طرقات علينا لا شيء، الأولاد يروحوا على المدرسة بلباس بيرجعون بلباس ثاني كله وحل وكله طين. نطلب من الجهات المعنية أنه بس تنظر لوضعنا، ناشدنا قبل هالمرة الجهات ما حد رد علينا ولا حد شاف وضعنا أبدا خالص. مناشدات عدة وجهها النازحون في المخيم إلى المنظمات والجهات المسؤولة لفرش طرقات المخيم أو رصفها بما ينهي معاناتهم، لكن تبرير المجلس المحلي في المنطقة هو عدم القدرة على تغيير معالم أرض المخيم دون الحصول على موافقة مالكيها المتواجدين أصلاً خارج الشمال السوري. شتاء جديد ومعاناة تتجدد في كل عام، وسط مناشدات ونداءات استغاثة من قبل قاطني مخيم الريان للجهات المسؤولة في المنطقة، علها تجد آذانا صاغية تخفف عنهم بعضا من هذه المعاناة. لؤي اليونس، قناة حلب اليوم، مدينة عزاز.